سميت بمدينة الجن وبنيت في أعماق الأرض بطريقة مذهلة، وحتى الآن يعجز العقل البشري عن تخيل كيف تم بناؤها في ذلك الزمان، فهو حقاً إعجاز هندسي مدهش. إنها مدينة ديرينكويو الواقعة قرب كابادوكيا في منطقة الأناضول التركية، والتي تعني البئر العميقة أو الفتحة العميقة باللغة العربية نظراً لحجمها الهائل وعمقها الكبير تحت الأرض. فهي أول مدينة في التاريخ ذات تصميم داخلي معقد يسع 20,000 شخص، إذ يقال إن عمقها يصل إلى 85 متراً، فيما اكتشف منها حالياً 50 متراً فقط. تتكون المدينة من 13 طبقة تحت الأرض، إلا أن 8 منها فقط يمكن زيارتها ورؤيتها. ويعد التصميم الداخلي للمدينة مدهشاً ودقيقاً، كما يحتوي على ممرات سرية بثلاث فتحات رئيسية يتم إغلاقها بواسطة صخور دائرية يبلغ ارتفاعها ما بين متر إلى متر ونصف، فيما يبلغ عرضها قرابة 50 سنتيمتراً، ويصل وزن هذه الصخور إلى 500 كيلوغرام. يمكن التحكم بهذه الصخور وتحريكها، لكن من الداخل فقط بسبب فتحة تحت الصخرة تساعد في سهولة التحكم بها. تحت الصخور توجد أنفاق يبلغ طولها 8 كيلومترات، إذ تقود إلى مدينة أخرى تحت الأرض تسمى كابادوسيا. وفي المستوى الخامس للمدينة توجد إحدى أجمل الكنائس الموجودة في العالم، والتي تعود إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، حيث هرب المسيحيون إلى المدينة للاحتماء من المخاطر. ويقال إن عدداً من الحضارات استوطنت المنطقة واتخذت من المدن الموجودة تحت الأرض ملجأً لها. يقال إن مدينة ديرينكويو بنيت في العصر البيزنطي، إذ كان الناس في المنطقة يعيشون في مدن كبيرة محفورة تحت الأرض وتتسع لجميع أفراد العائلة، وتوفر تلك المدن أماكن خاصة لتربية الحيوانات الأليفة ومخازن للمواد الغذائية. وما حير العلماء حول المدينة أنها بنيت داخل صخور بركانية لينة، ما يتطلب أعمدة أساس تتحمل طبقات الأرض، ما يعني أنها بنيت من مواد دقيقة جداً وتم التعامل مع الصخور بعناية فائقة. كما دلت الاكتشافات على وجود نهر كان يمر داخل المدينة عبر آبار اسطوانية الشكل ليصل إلى جميع الطوابق. المذهل في الأمر عدم وقوع كارثة انسدادية في سراديب أو ممرات مدينة ديرينكويو، وهنا سؤال حير العلماء: هل من عاش في هذه المدينة بشر أم كائنات خارجية ذات قوة خارقة؟ لأن هذا الإبداع يحتاج إلى مواد بناء متطورة لتأسيسه، على الرغم من تأكيد المهندسين أنه من المستحيل إعادة بناء المدينة حتى بتوفر الآلات والمعدات الحديثة. وأنت، هل تعتقد أن الكائنات الفضائية شيدت هذه المدينة؟ شاركنا برأيك.